الإمام العالم الإمام البخاري، وصلنا إلى الباب 75 بعد 200، باب متى يسجد من خلف الإمام. احنا ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك في اللقاء الأخير، تكلمنا عنه، لكن البخاري دائما ما يؤكد ذلك بأحاديث وراء بعضها بأبواب مختلفة، ويكون فيها زيادة، والزيادة دائما تكون فيها إفادة جديدة في كيفية الصلاة. حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يعني حركات الإمام لابد أن تكون تامة، لما بينزل ساجدا ويستقر ساجدا يقول الله أكبر الله أكبر، بعد ذلك المأموم يتحرك. المشكلة بتحصل فين بقى؟ في بعض الأئمة ما بياخدوش بالهم فبينغموا في التكبير، فهو واقف ونازل بيقول إيه؟ الله أكبر. طبعا الناس بتتبع إيه؟ النغم، تتبع الصوت، مش كده؟ هو ساعة يقول الله، الله، الناس تيجي عاملة إيه؟ نزل أكبر وراه. الصحيح في ذلك كما قال البراء بن عازب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا أحد يحمي ظهره حتى يستقر النبي إيه؟ ساجدا صلى الله عليه وسلم. من هذه الرواية بيؤخذ أمرين. الأمر الأولاني إن الإمام مشروعية قول الإمام سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. الأمر الثاني أنه لابد من متابعة الإمام بعد انتهائه من الإيه؟ انتهائه من التكبير، انتهائه من التكبير، فإن بيكون في ضرير كمان أو في صفوف لا ترى الإمام، صفوف لا ترى الإمام. عادة الصف الأول والصف الثاني، يعني لو حطوا مراية قدام الإمام كده هيجد في ناس بينزلوا قبل الإمام أو مع الإمام، في ناس بيصلي بعينيه مش بيصلي بودنه، ينظر شوف الإمام هيتحرك إزاي، نزل إيده يجي نازل معاه، ما بينفعش. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا لو إنه تقدم الإمام؟ الحديث لأبي هريرة في إثم من رفع اسمه، إثم من رفع رأسه قبل الإمام، اللي بيرفع رأسه قبل الإمام. مش بنتكلم على السهو، في واحد بيبقى يعني للأسف الشديد إحنا بنسمع الكلام ده، وانت بتصلي كده واحد يجي داخل من بره الله اكبر والناس ساجدين، ايه اللي بيحصل؟ بيعتقد الناس ان الامام اللي قال الله اكبر، مش كده؟ فبيحصل ايه؟ بيقوم اثمه على مين بقى؟ على صاحبنا اللي كبر ده. ما بصير على طول في كل الحاجات دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، حتى لما بيكون الامام بيقرا واحد يدخل الله اكبر، ايه اللي بيحصل؟ الإمام بيظن أنه أخطأ، مش كده ولا إيه؟ عشان كده بنقول صلاة المأمون صلاة إيه؟ سرية، بتبعث على السكينة يا أخي. الإمام يقول الله أكبر سر كده، مفيش حد بيسمع، في سكينة كده، يحصل سكينة في الصلاة. إنما تنقلب حضرة ما بتنفعش، تبقى الصلاة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. إما يعمل رأسه رأس حمار، إما يعمل صورته شكله حمار. إيه الصورة بتاعته يعني؟ الحديث هنا حصل فيه أو، الأو ده حصل من مين؟ من أبو هريرة نفسه، حصل فيه إيه؟ الشك، أو تكون رواية صادقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورتين. طب إذا كان النبي قال الصورتين يبقى معناها إيه؟ إنه ممكن يحصل في هذه الأمة مسخ، ممكن؟ آه، في الأمة دي فيها المسخ الجزئي قبيل الساعة، بيحصل في هذه الأمة. في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. خسف
يعني الارض تبلعه، تنشق وتبلعه كده، ومسخ يعني افراد وليس جماعه، مش زي مثلا ربنا خلاهم قرده وخنازير اللي هم اهل السبت دول، مش كده؟ لا مش زي دول، انما افراد، افراد ده الفرد، تاني بيكون في امه او في مجموعه، انما هذه في ايه؟ في افراد. والقذف اللي هو الايه؟ الحمم البركانيه اللي بتطلع دي وبتترمى على الناس تولع فيهم عياذا بالله. طيب هل اللي يمسخه ده هيمسخه على صورته يعني يكون مثل الحمار في البلاده والغباء؟ احنا شرحناها قبل ذلك. هو داخل يصلي، اللي داخل يصلي داخل يصلي ليه؟ عشان يحصل ايه؟ حسنات. طب لما يسابق الامام ويسبق الامام يبقى هو حصل حسنات ولا اخذ اثم وسيئات؟ طب مين اللي بيعمل كده غير الحمار؟ يبقى الاثنين مع بعض جائزة نوبل في الغباوه، مش كده؟ والبلاده الاثنين داخل الجامع عشان ياخد اثم. المتابعه مهمه. طيب الامر الثاني، هيمسخه هو، هيمسخه هو. في روايه عجيبه جدا اوردها الملا علي القارئ اللي هو الامام الحنفي، هذا قال ان كان جاء طالب من الطلاب بيدرس العلم الشرعي والاحاديث، حتى وصل الى بعض المحدثين، رجل رحل الى شيخ في دمشق، راح لشيخ في دمشق عشان يتعلم منه، الا ان الشيخ ده لما كان بيدرس للناس كان بينه وبين الناس ستاره، عامل بينه وبين الناس ايه؟ حاجز. يقول فلما طال المقام بي في هذه البلد، يعني اردت ان اتعرف عليه، انا عمري ما شفته ولا الطلبه شافوه خالص يعني، فلما اطمأن لي كشف الحاجز فوجدت وجهه وجه حمار، وجه الرجل. هذه القصة أوردها علي القاري في مرقاة المفاتيح في مشكاة المصابيح، اللي يحب يرجع لها يعني. بقول له كيف ذلك؟ قال قرأت هذا الحديث ولم أصدقه، قرأ هذا الحديث ولم أصدقه، فعملتها عمدا فمسخ الله رأسي رأس حمار. هذه مأساة بقى، هذه مأساة، مأساة حقيقية، مش كده؟ يبقى لابد من الايه؟ من المتابعة للإمام. خليني أقول لك حاجة بقى بعيد عن الموضوع ده، للناس اللي بتحب السياسة. الناس اللي بتحب السياسة، أصل الصلاة دي فيها، خد بالك، كل الأنظمة الموجودة في العالم فيها الدكتاتورية. صح ولا مش صح؟ 100%. تقدر تسبق الإمام؟ يبقى راسه راس حمار على طول. مش كده؟ يبقى ايه، دكتاتوريه ولا لا؟ دكتاتوريه وفيها الراسماليه، مظبوط ولا ايه؟ مظبوط. كل واحد بيصلي جنب الثاني، الله اعلم بدخائل النفوس والقلوب. في واحد بيدخل الصلاه ما بياخدش منها حاجه، وكان الحسن البصري بيقول رب سجده، او عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رب سجده لو وزعت سيئات صاحبها في هذه السجده على اهل محلته لكفته. تخيل انت بقى، هو ساجد، ذنوبه مش بتكفيه لوحده، ده تدخل بلده كلها النار. تخيل لو وزعت عليه، بس ربنا عدل بحسب كل انسان، كله نفس بما كسبت ايه؟ رهينه. في واحد بياخد عشرها، واحد بياخد نصفها، واحد بياخد ربعها، ثلثها، واحد بياخدها كامله، يبقى راسماليه ولا لا؟ طبعا. طب فيها ديمقراطيه؟ فيها ديمقراطيه. الامام لو غلط الناس بتسيبه؟ سنه امه بيضه لو حد بيعرف الصور الصغيره دي وغلط. من يومين الشيخ اخ كان بيصلي وغلط، كل الجامعه رده، ينفع؟ ما ينفعش. المفروض اللي يرد اللي وراه. ولذلك النبي قال ليليني منكم اولو الاحلام والايه؟ والنهى، اصحاب العقول. يكون هما اللي وراه، هما اللي يردوا. احنا ذكرنا لكم قبل ذلك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلق عليه في القران الكريم. كان الصحابه يردوه. كانش يرد عليهم. كان يرد امتى؟ لما يردوا مين؟ أبي بن كعب. بس غير ذلك ما يسمعش، ما يسمعش. يبقى فيها ايه؟ ديكتاتوريه، وفيها راسماليه، وفيها ايه؟ ديمقراطيه. ديمقراطيه، مش كده؟ لو غلط يردوه، مظبوط ولا لا؟ طيب هل فيها شيوعيه؟ الاشتراكيه فيها، الاشتراكيه والشيوعيه فيها ولا ما فيهاش؟ فيها. ازاي الاشتراكيه؟ بيبقى الغني جنب الفقير، مش كده؟ ده مش كفر، الصلاة، بنتكلم على الصلاة. انت سرحت مننا بعيد خالص يعني.
الغني قبل الغني والفقير ومتعلم وغير متعلم والكبير والصغير مش كده؟ اشتراكية بينهم من بعض مظبوطة ليه؟ وفيها شيوعية كمان. الشيوعية اللي هي ايه؟ اللي هو العائد بيكون للجميع لو الإمام دعا للمسلمين. العلماء بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لأصلح واحد فينا عند اجتماع المسلمين. ربنا يشوف أصلح واحد فينا ويستجيبه. طب إذا ما كانش في واحد فينا صالح يعمل إيه ربنا سبحانه وتعالى بكرمه ومنته؟ يستجيب بسبب جمعهم ركعا وسجودا لجلاله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.